جزاكم الله خيرا. يقول: نجد في بعض البلاد الإسلامية من لا يقبل كتب التوحيد بحجة أنها من البلد الفلاني أو الشخص الفلاني، فكيف يتعامل طالب العلم والداعية مع مثل ذلك رغبة في إبلاغ الدين وحرصا على نجاة قومه؟ أحسن طريقة يسلك في هذا المسلك أن الإنسان يكون عنده علم بالكتاب والسنة في العقائد وغيرها، وإذا تكلم في العقيدة يتكلم بالآيات والأحاديث، لأن من تكلم بالآيات والأحاديث وبين ما اشتمل الآيات والأحاديث الناس يقبلون ويعني يرتاحون إلى أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يعنى بالآيات ويعنى بالأحاديث ويأتي بالآيات ويشرحها ويوضحها ويعني يذكر كلام العلماء المتقدمين من الصحابة الذين هم خير هذه الأمة التي هي يعني في خير القرون وأفضلها وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، كون الإنسان يعني يكون بهذه الطريقة هو هذه الطريقة الصحيحة، يعني كل إنسان يأتي بكتاب معين منسوب إلى إنسان في نفوسهم منه شيء من أجل، لا من أجل أن ذلك الرجل يعني أهل لأن يكون في نفوسهم شيء، لكن بسبب ما يشوش عليهم بعض من ينتسب للعلم من ينتسب للعلم وهو يعني غير مسدد وغير موفق، يعني يكون ذلك من قطع طريق الموصلة للعلم. لكن كون الإنسان يسلك مسالك أولئك العلماء الذين يعني هم أنفسهم يتكلمون فيهم، من ناحية بعض الناس الذين لم يحصل لهم التوفيق، إلا أن الإنسان إذا أتى بما أتوا به من الآيات والأحاديث وشرحها شيخ الإسلام محمد رحمة الله عليه كتابة التوحيد، قلت كل آيات وأحاديث الإنسان يمكن يأتي بالأحاديث والآيات والأحاديث ويشرحها، وإن لم يقل هذا كتاب فلان أو أن هذا من كتاب فلان، فإن مثل ذلك يصل به الإنسان إلى ما يريد، وبعد ذلك يمكن أن يبين لهم أن هذا الذي قاله هو عقيدة فلان وهو منهج فلان الذي حصل من بعض الناس التشويش عليه والتحذير منه، ويعني ممن لم يوفق للهداية يعني بحيث ينفر من كتب أهل العلم المعتبرين الذين هم علمهم مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن كون طالب العلم يكون عنده عناية بالآيات والأحاديث وكلام السلف، هذا هو الذي يصل به الإنسان إلى الناس جميعاً.